تعالوا نروح مع حضراتكم نتعرف على قصة مارينا فايز. مارينا الحقيقة دمجت في دراستها ما بين التربية والفن، وعملت ورش عمل للأمهات والأباء وأطفالهم، واستحدثت كمان أنشطة جديدة فيما يعرف بالمونتسوري. هنعرف يعني إيه مونتسوري منها كمان شوية. ورش جديدة عملتها عشان تقرب ما بين الأباء والأمهات والأطفال، وتعمل كده حالة من حالات الترابط الأسري. في الحقيقة احنا عايزين نعرف حاجات كتيرة قوي منها، لان هي كمان خلت الاطفال مش حاجة بس للاطفال، منصوري مش بس للاطفال، لا كمان للكبار. للكبار. معانا دلوقتي عبر الهاتف مارينا فايز، تكلمنا اكتر عن مشروعها. صباح الخير عليك يا مارينا. صباح معنا النور. معانا زوم كمان. صباح الخير. هاي عاملة ايه مارينا، كويسة؟ الحمد لله. صباح النور. مارينا يعني انت، احنا بنسمع دايما المونتسوري ده حاجة للاطفال، لو انا مش فاهمه غلط المونتسوري ده حاجه زي نشاط معين، طريقه تعليم بالانشطه، يعني لو انا فاهمه صح. خلاص انت خليتي المونتسوري ده كمان للاباء والامهات، فهمينا اكتر ايه هو المونتسوري، ازاي خليتيه حاجه مش بس للاطفال لا كمان للكبار. المونتسوري نسبه للدكتوره ماريا مونتسوري. دكتوره ماريا هي اللي اسست منهج المونتسوري لكل الاطفال، بس كان بالأخص الأطفال ذوي الهمم أو الأطفال اللي عندهم صعوبات. فلما لقيت الموضوع ناجح مع الأطفال، بدأت تدخله لكل الأطفال الأسوياء ولكل المراحل العمرية. هو عبارة عن منهج بيستثمر حواس الأطفال أكتر، بيلعب على الحواس بتاعتهم، عينيهم وإيديهم والملمس، والطفل بيكتشف من خلال الحواس المعلومة بطريقة غير مباشرة. مارينا سمعنا؟ طيب. يعني مارينا فكرة الشغل على الحواس سواء للطفل أو الأب أو الأم، وهي فكرة التفاعل أو التفاعلية أكتر، اشتغلت إزاي أو طبقت المنهج ده إزاي في الورش اللي اشتغلتي فيها مع الأطفال، وكمان فكرة أنه ربط الأطفال بالأباء والأمهات من خلال مناهج التفاعل أو التفاعلية أو المونتسوري؟ هو في البداية أنا كأي أم جديدة كنت حابة ان انا ازاي استثمر وقت ابني بعيد عن الشاشات والتلفزيون. جميل. فبدأت ان انا اصمم العاب من البيت هاند ميد، زي اعادة تدوير خامات تقدر اي ام ان هي تعملها من غير ما يكون عندها موهبة فنية. وبدأت ان انا انزلها عندي على الميديا، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقيت من الامهات رد فعل جميل، فبدأت ان انا اتشجع واعمل كتب تفاعليه على نهج المونتسوري. انشطه تفاعليه فك وتركيب، الهدف منها ان الطفل بيعرف المعلومه بطريقه اللعب والتعلم، وطبعا بتساعده كتير. يعني لو طفل عنده مشكله في ماده معينه، لو طفل عنده فرط حركه او مالوش ان هو يقعد على الكرسي فتره طويله، ازاي يكون في كتاب كله صفحات وكل صفحه بفكره وبلعبه مختلفه بتنمي مهاراته، بتنمي قدراته، بتنمي تركيزه، وكمان يقدر الكتاب ده اللي هو يشتغل عليه أكتر من مرة. طب ادينا أمثلة مارينا. أنا دلوقتي أم جديدة وعايزة كمان، كنت بقعد أفكر إزاي هاخد يعني النشاط الزيادة اللي يمكن ابني هيعمله في المستقبل ده، وحطه في حاجة خلينا اقول برودكتيف او يعني منتجه اكتر، بس من غير ما اقعده قدام شاشه. ادينا مثال عن ماده معينه يمكن تكون صعبه زي الحساب مثلا على الاطفال، واديتيهم فكره او لعبه قدروا ان هم ينفذوها ففهموا منها المساله دي او الماده دي. هو في البدايه اهم حاجه اكون عارفه طبيعه ابني وقدراته، مهم والحاجات جداً اللي هو بيحبها والحاجات اللي هو واقع فيها، وازاي اقدر اساعده بطريقته. فمثلا لو ابني عنده مشكله في ماده الحساب رياضيات، اقدر اللي انا ادخلها بطريقه اللعب على نهج المونتسوري، اللي انا اعمله مثلا نشاط زي الاعداد بالكفوف. يعني الكفوف اللي هو كف بتاع ايدينا، اللي انا ارسمه وابدا اللي انا اخليه يعد، واخليه كمان اللي هو يثني كل اصبع ويشوف كده رقم 2 كده 3 بالطريقه دي، هو بيحرك ده. أو مثلا لعبة زي لعبة مثلا اللي هو الحجر اللي بيبقى فيه الأرقام، يحذف الزهر وأقول له مثلا طب هات لي من هنا 2، هات لي من هنا 3، أو أخليه يعد. يعني اللي أنا أقدر اللي أنا أدخل كذا طريقة بطريقة العد بحاجات موجودة عندي من البيت، كذا فكرة، بس حسب هو استعداده. يعني لازم الأول الأم تشوف ابنها مهيأ ونفسيته حلوة ومش عايز ينام أو عايز ياكل،
وابدا اشتغل مع النشاط بطريقه حلوه، بطريقه الفك والتركيب، بطريقه الاعداد، توصيل، يعمل بازل، يعمل برج الوان يطابق، فلما يشوف اللون مع الرقم فبيثبت اللون مع الرقم. جميل. الفكره اللي انا ازاي استثمر كل الحاجات دي مع طفل. بتقول لنا حاجة مهمة جدا، معلومات مهمة، لأنه أي أم يعني وأي حد في البيت يقدر يستخدمها، يعني ماتيريال بسيط جدا في البيت ممكن أعمل حاجات تفاعلية أخلي الطفل يتعود بقى حاسة اللمس، حاسة التعرف على الأشياء الجديدة. فده جميل إن إحنا بأبسط الأشياء ممكن نشتغل بيها جوه بيوتنا. حابب بس أستاذة مارينا مع تجربتك مع هذا المنهج نقول للناس كده أو نوصل رسالة أهمية فكرة التفاعل أو الكتب التفاعلية أو التفاعل حتى مع الألعاب المختلفة في تنمية المهارات العقلية للطفل، إزاي ده ممكن يأثر بشكل كبير جدا على الطفل لما يكبر؟ هو بيخليه كرييتيف أكتر، يعني بيساعده على حل المشكلات، مش بيبقى شخص اعتمادي مستني حد يحلله المشكلة، لأن من خلال الكتاب التفاعلي ومن خلال تفاعل الأم ووجود الأم والأب مع الطفل بيدي للطفل الثقة بالنفس. وهو جميل. ده اللي انا حاولت اللي انا اعمله السنه دي لما عملت ورش للاطفال، دمجت ما بين الام والاب والطفل ازاي كلهم يلعبوا مع بعض ويشتغلوا ويشوفوا ابنهم وهو قاعد ايديه شغال ومبسوط او هو بيتحرك او متفاعل مع اصحابه، وكمان يبقوا قاعدين شايفينه وهو بيعمل ده عشان لما يروحوا البيت يعملوا كده. الحاجات دي بتساعده قدام اللي هو يعتمد على نفسه، لان في الانشطه مش شرط اكاديميه بس، هي في كمان تنمية مهارات، يعني في ازاي يتعلم ربط الكوتش، ازاي يفك الزرار بتاع القميص بتاعه، جميل. ازاي مثلا يعرف ان هو جميل. الصبر يتحكم على في فكرة، السنارة. على فكرة يمكن ممكن حد يشوف ان دي حاجات بسيطة، ربط الرباط والكلام ده كله، لكن في الحقيقة هي مهارات مهمة طبعا. جدا، وانا اعرف ناس لغاية النهاردة والله ما بتعرف تربط رباط جزمتها، بحلف يعني. شكرا ليك يا مارينا، حاجة مهمة قوي اللي انت بتعمليها. مارينا فايز مدربة تربية إيجابية ومصممة كتب تفاعلية للأطفال، يعني بنحييك على اللي انت بتعمليه. بشكرك مارينا، واكيد معلومات مهمه جدا بالنسبه لك كمان يا بسنت، جدا مهمه جدا جدا يعني انك انت تستخدميها في البيت، واللي عاجبني كمان حاجات بسيطه كمان، مش لازم حقيقي اجيب كتب تفاعليه، لا انا ممكن بابسط الحاجات اشتغل على الاطفال. لا، واحنا بقعد افكر احنا كنا بنعمل ايه زمان واحنا صغيرين من صحيح. غير الموبايلات والشاشات، اكيد كان في انشطه كنا بنعملها، وانا صحيح. مثلا كنت بحب ارسم القص واللزق والحاجات دي، فمهم ان احنا نعمل ده ونعلم اطفالنا بيه، بتبقى مختلفه فعلا.